مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصرية. قلوب مصرية الحلقات اللي فاتت يمكن كانت تحت عنوان معاك بنفكر لبكرة مصر 2030. النهاردة بنبدأ مجموعة حلقات بعنوان بداية، دي المبادرة الرئاسية لبناء إنسان مصري جديد بفكر جديد بعقلية جديدة مفيد لبلده وداعم لبلده وداعم لدولته. النهاردة احنا بنتكلم واحنا في بداية العام الدراسي، يمكن احنا شفنا فيديوهات كتير قوي لبداية العام الدراسي في مدارس وخاصة في الأرياف والمحافظات. يعني يمكن كان في فيديو لولد أهله مودينه بالطبل البلدي يعني بالمزمار عشان يدخل المدرسة. في مدير كان بيفرح مع الأولاد وخاصة في المرحلة الابتدائية. يمكن كتير قوي من النقد لقاه السيد مدير المدرسة، ولكن دي سياسة وده فكر، وده يمكن حد راقي جدا بيحاول ان هو يبدأ مع الأطفال ويبدأ مع الأولاد عام دراسي جديد بدون رهبة وبدون خوف، وبداية بتبقى جميلة. هنتكلم عن يمكن احنا بعد حوالي 24 ساعة و 48 ساعة هنشوف لقاء جماهيري ماتش السوبر الإفريقي ما بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. ويمكن احنا شايفين كتير من المحللين والأصحاب نقول أصحاب الخبرات اللي هي مش خبرات أساسا، اللي احنا يمكن بنشوفهم كل واحد قاعد على مصطبة بيحلل براحته حسب مزاجه وينتقد في الأهلي وينتقد في الزمالك ويعمل فتنة ويعمل مشكلة. وإحنا في الآخر يا جماعة بنقول إن دي كورة، واللعيبة في الأول في الآخر أصدقاء سواء في الملعب سواء خارج في الملعب، لكن هم أصدقاء. يعني بلاش حالة الاحتقان اللي الناس عاوزة توصلنا ليها، دي كورة في الأول في الآخر وحاجات جميلة. صحيح السعودية بترعاها، لكن حاجة جميلة وحاجة روعة. يمكن لعيبة فريق الزمالك وصلت السعودية تقابلوا بكل ترحاب وكل حفاوة. يمكن احنا نشوف صور اللعيبة لما وصلت السعودية، جهد مشكور من الرجال الترفيه السعودي ورجال الإعلام السعودي ورجال الأمن السعودي. ويمكن احنا بننتهز الفرصة ان احنا بنهني الشعب السعودي بالعيد القومي للسعودية، دايما أشقائنا وإخواتنا ومسانديننا وبنساندهم، شعب واحد ومصير واحد ولغة واحدة وحاجات كتير قوي بتجمعنا مع الشعب السعودي. يمكن كمان مش هنسى ان انا اعزي الشعب الاماراتي في شهداء النهاردة. يمكن كان حادث غريب شوية ومفاجئ، لكن احنا كلنا بنعزي الشعب الاماراتي في شهداء النهاردة. يمكن هنتكلم كمان في حاجات كتير قوي خاصة المبادرة الرئيسية بداية. احنا معانا خبراء، معانا خبراء في السياحة، ومعانا خبراء في المحليات، ومعانا خبراء في العمل العام وفي العمل الخدمي، وشخصيات مرموقة وشخصيات لا تقل وشخصيات على طول بتتواجد لخدمة الوطن والمواطن ودعم الدولة ودعم القيادة السياسية. قبل ما ادخل ونبدأ حوارنا حابب اشير بس لحاجة، يمكن حاجة حصلت في مدينة العياط. مدينة العياط هنتكلم عن مسؤول المحليات والمسؤولين التنفيذيين وهم بيستلموا الصرف الصحي في العياط. يعني يمكن في معانا فيديو او معانا صور للناس وصلت الصرف الصحي في الشوارع في العياط بدون غطيان. يعني احنا يمكن في منظر مؤسف قوي جدا هنشوفه اهوت، الناس خلوا الناس وصلت لبيوتهم واللي غطى بكرتونه واللي غطى بورقه ومعرفش فين المسؤول. يعني يا ريت يكون في مسؤول يخرج ويبرر الحاجات السخيفة والحاجات، واحنا عمالين نتكلم عن التلوث وبنتكلم عن مية الشرب ونتكلم عن الصرف الصحي والمصايب والبلاوي اللي بتحصل. يا ريت يا جماعة يكون دي جرس انذار للسيد محافظ الجيزة انه يهتم شوية ويبعت ناس تشوف ويبعت الناس الاجهزة اللي بتستلم. ده شعب مصر وده المواطن اللي في الكرة وفي النجوع اللي هو بعيد عن اعين المسؤولين. انت بتسيبه لموظف بسيط في المحليات ممكن يكون، مش عاوز اقول ان هو حد سيء، لكن اللي بيحصل ده حاجة محدش يرضاها. الدولة صرفت مليارات الجنيهات في كل النجوع وفي كل الكفول، والسيد رئيس شغل الشغل المواطن الأكثر احتياجا، وفي الآخر خالص بنشوف كرتونة بتغطي غطى بلاعة ممكن تسد وممكن يحصل فيها روائح كريهة وممكن يبقى فيها حشرات. موضوع كبير وموضوع مؤذي ومقزز. خلوني أرحب بضيوفي اللي جم النهاردة عشان يشاركونا مبادرة بداية وتفعيلها، وإزاي المواطن المصري يستفاد من المبادرة الرئاسية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا خلوني ارحب بضيفي الدكتور احمد حلمي عبد الصمد الامين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزه، واحد من رجال الاعمال بالجيزه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا محمود بيه.
شرفتنا. الشرف لينا والمشاهدين جميعا. الأستاذ هشام إدريس عضو الجمعية العمومية لغرف شركات ووكالات السفر والسياحة وأمين السياحة بحزب المستقبل الوطني، أهلا وسهلا بك يا هشام. أهلا بك عن الجيزة. الدكتور هشام وهبة عضو مجلس إدارة وأمين صندوق غرف المنشآت السياحية والمطاعم وأمين التدريب والتثقيف بحزب المستقبل الوطني، أهلا وسهلا بك يا هشام. أهلا بك أستاذ المشاهدين. يمكن ضيوفنا الكرام من النماذج اللي انا احترته وانا بقدمهم، لان كل واحد ليه اكتر من تايتل وكل واحد ليه اكتر من مجهود وكل واحد ليه اكتر من تواجد، فبصراحه اعذروني يمكن انا اقتصرت بس شويه في الحاجات اللي انا المفروض ان انا نقدم لحضراتكم بيها يعني. شكرا. خلونا نبدا مع الدكتور احمد حلمي عبد الصمد ونتكلم عن المبادره الرئيسيه والفئات اللي هي هتستفاد من المبادره الرئيسيه. بدايه المبادرة الرئيسية للبداية دي مبادرة فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وديت شاملة جميع القطاعات، لكن احنا هنتكلم على القطاع الملموس بالنسبة للمواطنين، وهي من ناحية السلع التموينية والمواد الضرورية للحياة اللزوم اليومي يعني. مبادرة بداية فيها على سبيل المثال وزارة الزراعة قايمة بدور كبير جدا في المبادرة، على ان هي لها منافذ، عدد كبير جدا من المنافذ داخل المدن والقرى والمحافظات على مستوى الجمهورية، والاسعار فيها واصلة من 15% ل 20% لجميع السلع، سواء السلع التموينية، البيض، الخضروات، المشتملات الخاصة بالمواطن. وفي طبعا ينضم ليها أمان، ودي بتنزل برضو مبادرات تبع بداية تخص المواطن المصري البسيط اللي محتاج أي رعاية ودعم ونظرة، ودايما فخامة السيد الرئيس بينظر المواطن المصري دائما، نظراته دايما مركزة على المواطن المصري، ان يحاول بقدر الامكان ان هو يدعم السلع، وطبعا السلع التموينيه كمان المدعمه اللي بيستفيد منها عدد اكتر من 70 مليون نسمه من احتياجات الضروريه للمواطن، وده يعني حجم الدعم اللي متوفر من تجاه الدوله تجاه المواطن يعني مليارات، عشان المواطن المصري البسيط يلقى السلع بتاعته متوفرة وموجودة وجميع احتياجاته. زائد القطاعات الأخرى على سبيل المثال برضو قطاع النقل والمواصلات، في البداية أن السيد وزير النقل ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير برضو دخل في ضمن مشروع مبادرة بداية بالنسبة لتطوير الوسائل النقل وعدد يعني افتتاح مشاريع جديدة في المترو الأنفاق وتغيير القطارات وعربات المترو اللي هي يعني الحفاظ على شكل إنساني والأكاديمي للإنسان المصري، ان العربيات مكيفة والاسعار حتى لو زادت فهي زادت بنسبة في متناول المواطن المصري، والدولة دايما بتحاول بقدر الامكان ان هي شغلها الشاغل هي المواطن المصري البسيط، وكل الدعم وكل التركيز على المواطنين جميعا ان هم يحسوا ان في الدولة واقفة معاهم وبتحاول ان هي بقدر الامكان رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللي بتمر بها الدولة والعالم كله، مش احنا بس كمصر، لا ده العالم كله كمان في ازمة اقتصادية كبيرة، تمام، والاسعار ما بتزيدش في مصر بس، لا بتزيد على مستوى العالم كله وعلى جميع المواطنين هناك، بس احنا لازم نتحمل الدولة شوية لان احنا في بعض النزاعات المحيطة بالدولة المصرية على جميع الحدود، ودي بتأثر كتير علينا في اقتصادنا وموارد الدخل بتاعتنا،
و يعني احنا نقول يا دكتور احمد ان في فئات فعلا هتستفاد من المبادره، الفئات الاكثر احتياجا اللي هو الساده هي المبادره اساسا معموله عشان الاشد احتياجا، يعني المبادره في قامه السيد الرئيس مخصصه للفئات اللي هي يعني مش هنقول منعدمه، اللي محتاجه للدعم. وفقامه السيد الرئيس دايما لما بيبص للاشد احتياجا للدعم، يعني الناس اللي هي ربنا انعم عليها بنعم كتير ممكن تستفيد من الدعم، لكن الدعم نازل اساسا للمواطن اللي محتاج ليه. واحنا برضه عاوزين نقدم برضه مبادره مكمله مبادره السيد الرئيس، ان كل الساده رجال اعمال مصر القادرين كل في حيز جغرافي يخصه برضه يكون. خلينا نرجع للنقطه دي بالتفصيل بعد ما ناخد هشام بيه، لان الموضوع ده هيطول النقطه دي. تمام. هشام بيه واحنا بنتكلم عن المبادره الرئاسيه بدايه، واحنا يمكن شفنا حضرتك في مؤتمرات ولقاءات ومعارض سياحيه، نقول احنا ازاي ان احنا نستفاد من المبادره في مجال السياحه؟ طبعا مجال السياحه عند حضرتك مثلا لو اتكلمنا على الفتره اللي فاتت دي مثلا هنتكلم على العالمين مثلا او الساحل الشمالي والعالمين، حجم الفنادق اللي اتفتحت جديده في العالمين الفتره اللي فاتت دي الحمد لله عدد كبير وفي عدد تحت الانشاء، حجم المطاعم اللي شغاله كل دي شغالت ايدي عامله، يعني الفندق الواحد اللي بيفتح في الساحل الشمالي بيشتغل معاه عليه 75 صناعه بتقوم على الفندق ده، يبقى انت شغلت 75 مصنع على السياحه، شغلت 75 منتج، اشتغل النجار والسباكه يعني والكهرباء واللي عنده فرنيتشر واللي عنده يعني انت كل القطاعات بتشتغل، والاكل شوف بقى كم نوع وكم مزارع وكم، فانت مجرد لو اهتميت بالصناعه وقمت بيها وركزت عليها كدوله حجم الانفاق اللي هيتم فيها ده هيعود على كل البلد، هيعود ضرايب، هيعود يعني لما يكون الساحل الشمالي دلوقتي ابتدى يبقى من اكبر 6 ديستنيشن في العالم بالنسبه اللي بيجذبوا ذوي الانفاق الاعلى، احنا عايزين ده، عايزين الكلاينت او العميل اللي يجي يصرف في البلد ويبتدي يشغل مطاعم ويشغل محلات ويبتدي يشتري من كل حاجه، ما ده كام عدد الناس اللي بيشتغلوا في الساحل الشمالي؟ انا بتكلم كفكره او كبراند او كمنطقه ركزنا عليها وابتدت الدوله تهتم بيها. الدوله عملت شغلها ان هي عملت بنيه تحتيه قويه جدا في العالمين او في منطقه الساحل الشمالي او على مستوى مصر. ربطت كل الاماكن اللي موجوده، ابتدت تعمل بنيه تحتيه يعني على اعلى مستوى، مش كل ده ناس بتشتغل؟ طيب احنا معانا مداخله الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محفوظ قناه النهار، اهلا وسهلا بك يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ تمام والله، كل عام وحضرتك بخير وحضرتك بخير يا استاذنا. احنا كنا بنتكلم عن مباراه السوبر الافريقي ومصاطب التحليل الرياضي والشحن الغير مبرر للجماهير الكره المصريه، انت شايف مباراه السوبر ازاي يا استاذ محمد؟ تمام يا استاذ. والله يعني يكفيك خاصه ان هيكون مصر ذات الفي، يعني صناعه مصريه وعلى ارض حبيبه المملكه العربيه السعوديه على ملعب ارينا بالرياض. فالحمد لله يعني ما زالت الكره المصريه لها رونقها ولها جمهورها على مستوى الوطن العربي، وسواء اذا كان في افريقيا الحمد لله، يعني انت بتمتلك ناديين لهم اسم عظيم جدا في مجال الكره، النادي الاهلي ونادي الزمالك، وخلينا اقول بكل صراحه انت تمتلك افضل نادي واعظم نادي في افريقيا الا وهو النادي الاهلي، وفي نفس الوقت انت تمتلك افضل جمهور ليس فقط في افريقيا بل في العالم كله الا هو جمهور نادي الزمالك. الجمهور اللي يعني عنده صبر عظيم وغير عادي على فرقته مهما يحصل معاها دايما تناديهم. اللقاء ده يعني دايما الجماهير المصريه اهلي وزمالك يعني معناها في روح في مداعبه في داخل الاسره، فمهما نتكلم ده طبيعي. لكن دايما بقول محتاجين دايما ان صورتنا تكون قدام العالم مشرفه كالعاده، خصوصا لما بتلعب على اراضي دقيقه عربيه زي المملكه العربيه السعوديه او في قطر او في الامارات. والحمد لله دايما بنكون يعني قد الاول زي ما بنقول، الجماهير المصريه يعني تمتاز بالالتزام والاحترام. فكل التوفيق طبعا للفريقين، وبنناشد طبعا سواء الجماهير او الاعلام الرياضي يعني
محتاجين نوعا ما الهدوء، بلاش التعصب، بلاش اللي احنا نسخن دايما الجماهير مع بعض، وفي النهايه النتيجه للاسف بتكون لصالح الكره المصريه. انا بحييك يا استاذ محمد، وانا اعرف انك انت زملكاوي زملكاوي، يعني الكلام الطيب عن النادي الاهلي وانك انت بتقول ان ده اعظم فريق، وفي نفس الوقت جمهور الزمالك اعظم جمهور، هو ده الاعتدال وهو ده الحاجه الكويسه اللي احنا بندور عليها. يعني انا عاوز حضرتك توجه كلمه للناس اللي قاعده في استوديو التحليل بيشحنوا الناس. طبعا يعني هو الطبيعي يا استاذ محمود، اصبحت الكره اكل عيش لناس كتير جدا يعني، واصبحت سبوبه واصبحت ترند، فكل واحد في مجاله عايز دايما يبقى يقول انا موجود والكره معايا يعني، فاصبح في منافسه. مش عيب يكون في منافسه، لكن العيب ان المنافسه تتحول ل يعني نوع من الشحن، ودايما ان احنا يعني نحاول الاثاره والفتنه. لكن احنا بقالنا فتره الحمد لله ربما يكون يعني الاداء الضعيف او السيء من وجهه نظر الشخصيه لنادي الزمالك ده نوعا ما يعني عامل كنوع من الاحباط لجماهير نادي الزمالك، فتلاقي الدنيا نوعا ما يمكن السوبر النهارده بكره داخلينه، وفئه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي مستريحين نفسيا، بعيدين عن الشحن، بعيدين عن حته المنافسه، لان خلاص انا واخد كذا بطوله، وحتى لو السوبر راح هم راضيين، عندهم اكتفاء ذاتي من البطولات يعني. في حين ايضا في احباط كبير جدا من جماهير نادي الزمالك تجاه فريق نادي الزمالك، حاسين كل ما الفريق يطلع سلمه او اثنين ينزل ثلاث اربع سلمات يعني، فده برضو عامل كنوع من الهدوء النفسي، او بعض الناس تحس يعني عدم الاقبال وعدم الحديث والكلام في الموضوع نتيجه يعني الاداء الضعيف. بكل صراحه بقول لنادي الزمالك يعني كل ما بنقول في امل ان نادي الزمالك يكون للامام، للاسف تشعر دايما ان في المطبخ كده والكواليس ذات النادي الزمالك غير جيده. ايه الاسباب؟ الله اعلم. لو قعدنا نتكلم منها لبكره هتلاقي اسباب كثيره جدا جدا. لكن خلينا نقول ان ده مش اول سوبر افريقي بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك. لو رجعنا يعني للماضي كده ل 30 سنه، اللي انا فاكرين سنه 94 كان السوبر بين الاهلي والزمالك بهدف النجم الكبير ايمن منصور اللي شفناه في حارس المرمى احمد كبير. كل الناس كانت متوقعه ان المباراه ممكن تروح للنادي الاهلي وراحت لنادي الزمالك. في حين ماتش الابيض بتاع مجدي قفشه 90% من جماهير النادي الاهلي زي ما بنقول ان المباراه رايحه لنادي الزمالك. وفي الدقيقه 86 مجدي قفشه جاب جول وفاز النادي الاهلي بالبطوله. ده معناه ان مش معنى ان الاهلي مستقر نفسيا واداريا وفنيا ان ممكن نقول المباراه للاهلي. دايما الاهلي والزمالك ما لهمش اي، ما تقدرش ايه، ما ينفعش فنيا تتكلم المباراه تروح لمين، لكن اللي احنا نتكلم فيه عايزين الانضباط، عايزين دايما صورتنا تكون مشرفه قدام العالم. انت بتتكلم مباراه منقوله على كذا قناه عربيه وعالميه، بتتكلم فيه نجوم على مستوى العالم احتمال يكونوا متواجدين، بتتكلم ان الكاس موجود، وبتتكلم على نهائي السوبر افريقي، فكل التوفيق يا رب للفرقتين، وفي النهايه البطوله مصريه 100% باذن الله. انا بشكرك كابتن محمد، انا عارف ان احنا المفروض انا اقول لك كابتن محمد احنا شايفين صورك مع السار احمد حسن، ونبارك لك ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله بعد فوز نادي الزمالك. تحياتي ليك يا استاذ محمد. شكرا جزيلا استاذ محمود، وبشكر ضيوفك الكرام، ودايما متالق باخلاقك واحترامك وبالمواضيع الهادفه دايما محمود عوض، بالفعل انت قلب مصري محب جدا لبلده. شكرا جزيلا يا فندم. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد. نرجع للاستاذ هشام مرة. احنا يمكن خدنا طرف الخيط من الاستاذ هشام ادريس، وهنتكلم عن المطاعم وعن المطاعم السياحيه والرقابه والقصه كبيره المطاعم السياحيه دي. طب واحنا عارفين حضرتك على طول بتفجر لنا الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها. تمام. انا اول عايز اقول ملحوظه صغيره، في متربصين بالدوله المصريه في الداخل والخارج، وحناجر تعلو وتقول انه الدولة المصرية في الآونة الأخيرة مهتمة ببناء الحجر، عمل كباري وطرق ومباني وبناء في الصحراء. طيب أين تكافل وكرامة؟ أين حياة كريمة؟ أين من 100 مليون صحة؟ أين قادرون باختلاف؟ أين
بدايه مبادره بدايه، ده يرد على هذه الحناجر. نرجع بقى للسياحه، نرجع للسياحه ونرجع للمطاعم والفنادق وازاي نعرف ده مطعم سياحي مرخص وده مطعم غير مرخص، واحنا شايفين كله وعاوز البقشيش وعاوز الاسعار وبيطفش لنا الاجانب. احنا في عندنا نوعين من التراخيص للمطاعم والكافيهات في مصر، تراخيص خاصه بالمحليات وزاره التنميه المحليه، وتراخيص خاصه بوزاره السياحه وهي المطاعم السياحيه ولها مواصفات خاصه لانها من المنوط بيها هي استقبال وخدمه السائح. كل نوع من هذه المطاعم وله مواصفاته وله الرقابه عليه من الجهه المصدره للترخيص. طب ازاي اعرف ده مطعم مرخص وده مطعم مش مرخص؟ انا حد داخل مكان عاوز اعرفه، راجل بيحط لي ضرايب ويحط لي كذا وكذا وكذا. المطعم السياحي له شاره خاصه بيه بتدل على انه مطعم. يا ريت لو الشاره دي موجوده معانا يا جماعه نشوف. اعتقد استاذنا المخرج يعرضها على الشاشه. ايوه يا فندم، الشاره دي هيبقى المفروض. الشاره دي بتدل على ان هذا المطعم مطعم سياحي وبتوضح الدرجه السياحيه اذا كان 3 نجوم او 4 نجوم او 5 نجوم. وعايز اقول انه التصنيف هي الشاره اللي على هي الشاره دي. تصنيف النجوم يعني ليس المطعم الجودة. اللي ما فيش الشاره ده ما ياخدش مني ضرايب. مش ما ياخدش ضرايب. في كان قرار لوزير القوى العامله سنه قرار رقم 22 سنه 84 وقرار 125 سنه 2003 بانه في مقابل للخدمه 12% للمطاعم والفنادق السياحيه، فده خاص بالمنشات والمطاعم والفنادق السياحيه. ال 12% خدمه دي بتحصل من الزبون، ومفروض ان كان ليها طريقه معينه للتوزيع كانت صادره في القرار في القرارين لوزير القوى العامله الى ان جاء قرار من المحكمه الدستوريه العليا، حكم محكمه بتعديل توزيع هذه النسبه. كانت النسبه بتوزع جزء لصاحب المنشاه وجزء للعاملين. المحكمه الدستوريه العليا رات انه تقريبا 12% كلها تكون لصالح العاملين، يعني هي بتحصل من الزبون لصالح الموظف الموجود. ال 12% دي مقابل الخدمه، هذه خاصه فقط بالمطاعم والمنشات والفنادق السياحيه، بمعنى انه مطعم التابع لترخيص المحليات ليس عليه تحصيل هذه الخدمه هذه الرسوم، والا يعتبر مخالف للقانون وبيسرق وبينصب على الزبون اللي موجود عنده. حتى لو هو مرخص محلي. حتى لو مرخص محلي، لان قلنا رسم الخدمه ده مقرر للمنشات السياحيه فقط، المنشات والمطاعم والفنادق السياحيه. فحضرتك دخلت كافيه، دخلت مطعم ما عليهوش الشاره دي، ما تدفعش 12% خدمه. لانه مش من حقه يحصلها، لانه بيحصلها يحطها في جيبه. تاخدش فاتوره اساسا. وكذلك ضريبه القيمه المضافه. في شهاده تسجيل لازم تعلق. شهاده تسجيل بس يا جماعه يا ريت نشوفها. تعلق في مكان ظاهر في اي منشاه بتحصل 14% قيمه القيمه المضافه. الشهاده موجوده معانا. الشهاده. حضرتك الشهاده دي مش موجوده يبقى هو مش مسجل، يبقى غير مطالب بتحصيل، فلو بيحصل يبقى ده تهرب ضريبي بينصب على الدوله وبينصب على الزبون. لو انا دخلت مطعم عفوا محليات حصل مني 12% رسم خدمه وحصل مني 14% قيمه مضافه وهو غير مسجل في القيمه المضافه، فهو كده خد اكتر من حقه بحوالي 27.68%. مش المفروض ياخده، اخدهم بدون وجه حق. فاحنا عايزين نوعي الناس، لو الشاره مش موجوده على المدخل ما تدفعش 12%. لو الشهاده اللي موجوده على الشاشه مش موجوده في المطعم او الكافيه او اي منشاه، حتى السوبر ماركت، في اي منشاه ما تدفعش ال 14% خدمه، لان دي رايحه لجيب التاجر اللي موجود. طيب هنرجع لحضرتك تاني كده، نرجع للدكتور احمد الحلمي عبد الصمد.
احنا يمكن شفنا كتير من الاحزاب الفتره اللي فاتت عامله مبادرات وعامله شوادر وعامله فعاليات، ويمكن الجمعيات كمان، الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني كله عاوز يظهر في المشهد. يمكن ما اعرفش ايه السبب، يمكن الناس نامت 4 5 سنين وجايه بتطلع النهارده بنلاقي الاحزاب كلها في الشارع والاحزاب كلها عاوزه تقدم خدمات، والنائب فلان ظهر والنائب علان ظهر، ايه القصه؟ هل هو دور الاحزاب بس ان احنا نبقى في اخر 3 4 شهور من الفتره ان هو بيبتدي يتواجدوا والاحزاب تبتدي تتواجد وتعمل فعاليات وكذا وكذا؟ اولا هو دور الاحزاب عامه هو خدمه الدوله والمواطن. وما نيجي نتكلم عن الفعاليات او الانشطه اللي بيقوم بيها الاحزاب، سواء فعاليات وقوافل طبيه او شوادر مواد غذائيه، كلها افاده المواطن، لان هو ده دور الاحزاب ان هي تنزل الشارع وتتعامل مع الجمهور اللي موجود في الشارع وتقدم لي الخدمه اللي هو محتاجها وبالاسعار المناسبه او بالخدمه الطبيه في القوافل الطبيه المجانيه. هو ده الدور اللي بيقوم بالاحزاب، لان الاحزاب هي دورها كده خدمه الدوله والمواطن. فلازم اي حزب في الدنيا يكون ليه كوادر على الارض لازم يقوموا بدورهم ويحققوا المستهدف للحزب، لان كل ده بيقوي شعبيه الاحزاب وقدرتها على التعامل مع الجمهور، تمام؟ وبالتالي الجمهور يوم ما يكون في اي استحقاق والاحزاب تنزل الناس ديت على الارض، طب ما هم قايمين بدورهم على الارض، وفي نفس الوقت برضو الناس هي عاوزاهم لانهم بيقوموا بدورهم وبيتعاملوا مع الجمهور وبيقدموا لهم شوادر بسلع مواد غذائيه مخفضه، وبيقدموا لهم قوافل طبيه بالعلاج مجانا بعيادات متعدده في تخصصات متعدده، وده اللي مطلوب في الشارع ومطلوب للجمهور والمطلوب من الاحزاب عامه. يعني يا دكتور احمد، يمكن الفتره اللي فاتت يمكن احنا عندنا في مصر اكتر من 100 حزب، اوضه حمام واوضه وصاله ومجموعه واسم حزب وماليش دور في الشارع. احنا يمكن شفنا الاستحقاق الرئاسي الفتره اللي فاتت 3 4 احزاب في الشارع، اذا كان الشعب الجمهوري، مستقبل وطن، حماه وطن، كم حزب كده 5 6 احزاب موجودين. طب الاحزاب الكرتونيه اللي موجوده دي اسماء بس وعناصر بس، احنا ما نقدرش ونيجي نشوفهم موجودين دلوقتي، ما نقدرش نقول احزاب كرتونيه، ولكن الحزب اللي ماليش دور في دعم الدوله المصريه وماليش تواجد واوضه حمام واوضه وصاله عشان يرشح واحد عشان يبقى عضو مجلس نواب، يا محمود بيه دي احزاب كرتونيه. هنتكلم مثلا على امريكا، ودي قمه الديمقراطيه في العالم. اما نيجي نتحدث عن الاحزاب اللي موجوده في امريكا، هو ظهر اعلاميا لجميع الشعوب والدول في الخارج ايه؟ الشعب، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي اللي بيتنافسوا على، فانت عندك حزبين متواجدين وهم دول دايما اللي بيطلع منهم رئاسه من اول ما سمعنا عن دوله امريكا. فانت هتيجي في مصر تقول في 100 حزب، طب ما هم عندهم 100 حزب بجميع في جميع الدول الديمقراطيه موجود عدد كبير من الاحزاب. لكن المهم الحزب نشط دوره، اتعامل، نزل الشارع، اتعامل مع الجمهور، ثبت وجوده، هو ده الحزب، دور الحزب هيظهر ويبقى ليه كيان وليه كينونه في وسط المجتمع. لكن ما دام الحزب قاعد ساكن وكان زي ما انت بتقول في اوضه وصاله، طب ده مين اللي هيشوفه؟ مين اللي عارفه؟ اه هو حزب وليه كيان في الدوله ولكن مش بيتعامل مع الجمهور ومع الشارع، فبالتالي مش هيبقى موجود. لكن لما تيجي تعد مثلا في 3 4 احزاب موجودين او 5 احزاب موجودين في جمهوريه مصر العربيه، ده شيء رائع وشيء جميل ان تلقى في عدد من الاحزاب ديت متنافسه على خدمه الدوله والمواطن، ده شيء جميل جدا يعني. طب احنا يمكن معانا مداخله يمكن لها فتره على معانا الاستاذه جيهان. اهلا وسهلا بك يا استاذه جيهان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن احنا قبل الهوا الاستاذه جيهان تواصلت معانا وكلمتنا ان عندها مشكله كبيره، هي من ذوي الاحتياجات الخاصه وموظفه في مدرسه ويمكن واخده اجازه مرضي لغايه المعاش، معاها ولادها برضو من ذوي الاحتياجات، خدت موافقه الوزير ان هي تنقلهم معاها في المدرسه، الوزير وافق والمحافظ وافق، والاخر خالص في مدير مدرسة متعنت مش عاوز ينفذ لا قرار الوزير ولا قرار المحافظ، ويقول لها اخبطي دماغك في الحيط. اتفضلي يا مدام جان. حضرتك هو الاستاذ ممدوح مدير المدرسه دوا شغال في منصب يعني بتاع امين، يا ريت يا جماعه الموافقات بتاعتها نشوفها، امين عام مساعد التعليم على مستوى الجمهوريه في حزب مصر القوميه. فأنا خدت من كل الموافقات ويعني تعبت على ما خدتها، بس هو رافض، قال لا مش هاخدها.
كل شويه يطلع لي بحجه ويقول لي دماغك في الحيط، انا مش هاخدهم يعني مش هاخدهم، وهطلع لك قرار ان انت ما تاخده، ما يجيش هنا المدرسه تاني. طب انا دلوقتي عايزه احول من الازهر للعام، ومعايا الموافقات وملفات ولادي في الشارع، يعني انا خلصت تحويلات الازهر ودلوقتي بقى ولادي في الشارع، انت حضرتك اودي ولادي محافظه ايه فين؟ يا مدام جان؟ تلاقي حضرتك محافظه ايه؟ محافظه القليوبيه، وبتيجي طبعا كل يوم العاصمه الاداريه تاخدي الموافقات. اخد موافقات من العاصمه الاداريه ومن محافظه بنها واداره بنها التعليميه ومدرسه التربيه والتعليم. حضرتك مدرستي اللي انت المفروض مدرسة واخده الموافقه الشهداء عليها. الابتدائية بالشمول مركز بنها القليوبية. يا ريت يا جماعه احنا يمكن بنوصل صوت واحده من المواطنين، واحده بتسافر من بنها للعاصمه الاداريه وتقعد قدام مكاتب المسؤولين عشان تاخد موافقات، وفي الاخر خالص مدير المدرسه بيرفض كل الموافقات بما فيها موافقه الوزير والمحافظ، ويقول لها اضرب دماغك في الحيطه مش هاخد العيال. طب ازاي؟ دي رساله احنا بنوجهها للسيد حضرتك، رتل لي امر تنفيذي من الشؤون القانونيه في الاداره التعليميه، الاستاذ بالوسائط بتاعته والكلام مع المسؤولين، هو واصل عني يعني، لان انا فقيره ومليش حد. انا الرساله بتاعت السيده المحترمه اللي هي من 5%، احنا بنوصل صوتها للمسؤولين، واكيد احنا واسره البرنامج والاعداد هنتابع ونتواصل مع حضرتك. شكرا جزيلا يا مدام. نرجع للدكتور المهندس الاستاذ احمد ادريس. هشام ادريس، استاذ هشام ادريس يا جماعه رفض ان احنا نقول دكتور، ورفض ان احنا نقول مهندس، ورفض، قال انا هشام ادريس بدون القاب. ماشي؟ اللي يمكن هشام ادريس شفناه في العالمين، وشفناه في السعوديه في العيد القومي للسعوديه، وشفناه في الهند. عاوزين نشوف تاثير الزيارات والمبادرات في السوق السياحي. يعني عاوزين نشوف الهدف واللي اتحقق، وعدد الاجانب اللي يمكن هل هو زي السنه اللي فاتت او زاد شويه او كذا. الحمد لله، طبعا المعارض الدوليه زي معرض لندن ودبي والمانيا والهند والفيتور في اسبانيا، يعني كل المعارض دي تواجد فيها مهم جدا، ومصر بتتواجد فيها بقوه. وده يمكن عشان ده اللي بتقدر تظهر فيه، بيبقى فيه زي ورش عمل، بحيث ان انت بتظهر الصورة الذهنية عن مصر، أو بتوري إيه الأماكن الجديدة، أو بتعرضها بشكل معين، وبتتكلم مع المتخصصين، تبتدي تحول يعني ناس هيروحوا أماكن معينة، تبتدي تقول له لا إحنا عندنا في مصر كذا ديستنيشن. ومصر الحمد لله يعني ربنا أنعم علينا بهبة إن فيها كل حاجة، يعني فيها كل أنواع السياحة، كل أنماط السياحة، كل منطقة وليها طابع. فابتدى يتعمل في الفترة الأخيرة دي زي براندنج لكل ديستنيشن. تدي يعني لما تيجي تشوف دلوقتي أبراج على البحر تقول دي مدينة العالمين. لما تيجي تشوف اللي هي الهوية البصرية لكل ديستنيشن، تيجي تشوف مثلا الجونة بقى ليها طابع، الأقصر مجرد ما تشوف معبد الكرنك دي الأقصر، أسوان هتشوف سد العالي، هتيجي تشوف في اسكندرية هتلاقي المنتزه، يعني إيه؟ هتلاقي مكتبة اسكندرية. كل منطقة في مصر ليها طابع. وده اللي إحنا بنحاول نظهره بره، ونبتدي نركز على كل وقت ازاي نسوق له في كل بلد في العالم، لان كل بلد وليها طريقه في العرض. احنا كان جايز في مصر بينقصنا العرض، لا الحمد لله ابتدينا نعرض في المعارض. والدليل ان احنا يعني كنا 2010 حوالي 14.7 بالنسبه لعدد السياحه. طب دلوقتي احنا وصلنا السنه اللي قبل اللي فاتت كنا واصلين يعني من بعد كورونا، كنا اثناء كورونا وصلنا حوالي 3 مليون سائح، وبعد كده نزيد 8، وبعد كده وصلنا ل 13، وبعد كده وصلنا ل 15 السنة اللي فاتت، وكان متوقع سنة دي ان يعدي 16، لولا طبعا الاحداث يعني ايه برضو المنطقة المحيطة يعني فيها بعض الاحداث اللي هي عندك جنوب وشمال وشرق يعني الدنيا، والحمد لله مع ذلك وصلنا ل 16 مليون سائح. الدولة بتحاول توصل ل 30 مليون، دي بقى محتاجة شغل كتير، ومحتاجة الشعب المصري لازم اهم حاجة رفع الوعي، اهمية السياحة، لازم كلنا نشتغل. السائح ده كلنا بنعامله، لازم يتعامل بطريقة معينة. كل الاماكن لازم تخدم السياحه، كل الوزارات لازم تخدم السياحه، كل الوزارات بتخدم على السائح. كل ده هيعود على المواطن وعلى كل الناس وعلى كل يعني طب احنا فين السياحه الداخليه؟ يعني حضرتك احنا يمكن عندنا مناطق مثلا زي سوهاج فيها معابد اثريه، المنيا فيها معابد، اسيوط فيها لا اسوان مميزه وحاجه. طب فين الاهتمام؟ هل هو في فنادق مثلا في اسيوط واهلها وفي مواصلات لخدمه السائح؟
بس يمكن في الفترة الأخيرة دي اللي ممكن يساعد على ده الطرق اللي موجودة اللي بقت دلوقتي تربط كل الأماكن ببعضها. لكن أنت عندك كل منطقة طبعًا محتاجة شغل كتير جدًا، محتاجة استثمار، محتاجة استثمار داخلي وخارجي، محتاجة إن إحنا كل منطقة نركز إزاي نخليها في أحسن صورة ليها. لما الدولة اشتغلت في الفترة دي على ناحية العين المقدسة والأماكن اللي في ناحية العين المقدسة، ما أنت كل مكان من الأماكن دي من أول العريش لحد ما توصل لجبل الطير ودير المحروق، كل منطقة بتجهزها المنطقة اللي حواليها الناس هتشتغل فيها، فهتمضى في المنطقة. فيبقى أنت يعني في فنادق مجهزة مثلا في أسيوط وفي سوهاج وفي أكيد مش في حاجات طبعا، أكيد طبعا محتاجة، يعني محتاجة نشتغل على نفسنا جامد، محتاجة نشتغل في الأماكن دي إزاي نجذب سياحة، إزاي نعمل نجيب المدارس ونبتدي نوديها تزور الأماكن زي زمان، نبتدي في نعمل لها حضرتك من خلال القنوات الفضائية صور البرنامج بتاعك في كل منطقة. يعني بدل ما نصور في استوديو ليه ما نطلعش بكره نصور في منطقه زي اللي انت بتتكلم عليها صح. والضيوف بتوعك يجوا فيها يعني هي دي ان انت احسن طريقه للعرض او للماركتنج انك توري الناس المكان اللي موجود فيه. لما اتكلمنا مع هيئه التنشيط وبدانا في المعرض بره كنا زمان مصر تلاقي الهرم هو ده الاستاند المصري، لا دلوقتي بقى كل منطقه ليها الشكل بتاعها والناس بتوعها واقفين بقى بيتكلموا عنها، بتعمل براندنج لكل منطقه. هو ده اللي بيشجع السياحه الداخليه. خلي حتى واحنا قاعدين انا يعني حضرتك بتشوف ان انا دايما بصور في كل مكان واحاول اطلع ليه عشان الناس تشوف ده، فانا عايز ايه ده فين، طب ده ازاي، طب ممكن نروح فين. هو ده حضرتك اعمل برنامج في كل يعني بنادي. يعني لو جينا نتكلم عن السياحه الداخليه حضرتك زرت كم منطقه وانت واسرتك واولادك؟ مراتي كتير يعني رحت اسيوط والولاد عشان بشتغل في السياحه غير الاهرام لا انا بشتغل في السياحه فشغلتي يعني يعني الاولاد راح اسيوط وراح المنيا طب راح في كل حته واوقات بيجوا معايا الاولاد والواحات انت عندك مصر يعني الحمد لله كل اماكن موجوده بشكل ازاي بقى احنا نحسنها ازاي النظافه اللي فيها ازاي احنا كمواطنين نعامل الاثر ده ازاي او نعامل المكان اللي هنزوره ده ازاي ما دي كلها حاجاتها ازاي لما يجي سايح ازاي كل اماكن الناس اللي موجودين في الاماكن دي يكون عندهم الاسلوب اللي ما يخليش السايح يطفش. ما ينفعش يتقال علينا في الجمل ادفع 50 عشان اركب وادفع 150 عشان انزل، ما دي كلها حاجات لازم تتشال. الناس المحيطه ورقابه الدوله طبعا والاماكن يعني ان شاء الله اذا اشتغلنا على نفسينا وابتدينا ننظف الاماكن دي واحنا اللي نزورها ونحافظ عليها، ما هو ده سياحه داخليه كل منطقه بتشتغل ممكن تزود الدخل فعلا وتبقى هتزود الدخل المنطقه كلها هتشتغل يعني هو ده عايزين نضيف بس حته بالنسبه لقدره الدوله في السياحه. يعني مثلا عندك سانت كاترين كانت مهمله تماما، دلوقتي عملوا لها مطار وبيعملوا تطوير كبير جدا داخل سانت كاترين. وعندك مثلا انت ذكرت مثلا وجه قبلي بالنسبه للاثار، لا طبعا في فنادق موجوده في سوهاج وفنادق فرانسوا متران واجازه كريستي على طول كانوا موجودين في اسوان كل سنه موجودين. تعال شوف اسوان دلوقتي وشوف التطوير والمماشي والشغل الجميل اللي حصل والتجميل اللي حصل في المدينه والاقصر كمثل. يعني انت مش زي زمان، يعني انت مثلا عندك هضبه الاهرام مثلا الهرم سفح الهرم من فوق، شوف حجم تطوير الدوله والمصاريف والمليارات اللي دفعت عشان يطوروا هضبه الهرم من فوق بحيث ان يعملوا دخله للسائح وخارجه للسائح من بوابه اخرى خلاف المنطقه المتزحمه اللي هي عند مينا عند بوابه مينا. تمام، لا اطلع فوق دلوقتي شوف مطاعم عالميه، طرق معموله كلها خرسانيه، هيعملوا نظام الاتوبيس الكهربائي في تطوير في منطقه عشان البيئه برضو وكلمه الجمال والبغال والكلام اللي كان معموله، لا عملوا جزء ترويض منفصل تماما عن جزء الهرم تمام بحيث اللي عاوز يركب جمال ويركب بغال وحاجات من دي حاجات كلها يبقى خارج عشان تلوث البيئه على الممرات والتطوير التجميلي اللي حصل داخل الهرم نفسه. تمام، لا الدوله لا شايف انا كمان ان المحافظ الجيزه عامل شغل كويس في المحافظه اللي اللي فاتت بدايته بدايه قويه وان شاء الله تبقى بدايه قويه ان شاء الله باذن الله. نرجع لهشام بيه ونشوف الكوادر اللي هي بتشتغل في مجال المطاعم وجد ازاي ان انا اجيب حد غير مؤهل ان هو يشتغل فبالتالي بيسبب لي خسائر وطفش للاجانب ويبقى ما عندوش حته التعامل اصلا مع الاجنبي ولا التحضر ولا الرقي. الحاجه الثانيه ان انا احيانا اشوف بتاع المحلات بيدخل مطعم سياحي يخش يغير ياخد الكراسي وياخد، انت شايف الدنيا دي ازاي؟ خلينا نقول اولا انه المطاعم السياحيه مستعده لاستقبال السائح بكل الطرق.
انه العماله بتحصل على تدريب خاص علشان اقدر اعينه في المنشاه السياحيه او في المطعم السياحي. تدريب على حساب مين؟ لازم يخضع للتدريب. للتدريب على حساب المنشاه نفسها ولا الطالب هيتدرب ويدفع على حسابه ويجي بعد كده؟ لا، هو قبل ما بيتعين في المنشاه مفروض بيخضع للتدريب. فهو بقى بيحاسب المنشاه، بتحاسب احنا ممكن مؤهل ان هو يبقى في المكان ده. المهم انه يتم التدريب بحيث انه يبقى مؤهل للعمل في المطاعم السياحيه ليستطيع التعامل مع السائح. مش هنلاقي ده في المحليات. دي نمره واحد. نمره اتنين، عايز اقول انه الدوله مهتميه جدا بالتنميه السياحيه والتطوير السياحي وتطوير المنشآت السياحيه والأماكن والمناطق السياحية. يتبقى دورنا كمواطنين الالتزام، المحافظة، التعامل. ما بقاش أنا الله أنا طورت الهرم وجميل وحلو وبقى زي الفل وبيستقبل ولا عيال صغيرة داخلة تشحن. أنت كده بوظت المنظومة. لو حد جاي ورا الهرم بيعمل حمام مثلا زي ما احنا بنشوف كده، سواء تاكسي بيستغل السايح. احنا محتاجين احنا كشعب نتغير. حضرتك انزل لبنان، انزل بيروت، تحس ان الشعب كله مرشد سياحي. الابتسامه، طريقه التعامل، فرق كبير. محتاجين نغير ثقافتنا كشعب. محتاجين انه يبقى في ماده في التعليم اعلم طفل من هو صغير اهميه السياحه وان السياحه دخل قومي بيفيد الدوله، فانا لازم اتعامل معامله حسنه مع السايح علشان يجي لي تاني ويرجع بلده يبعت لي غيره. لازم نحافظ على التجربه السياحيه، لازم التجربه السياحيه عندنا في الدوله لازم تبقى تجربه سياحيه ناجحه. الدولة قايمة بدورها، فاضل احنا كمواطنين نقوم بدورنا. طيب نرجع للاستاذ احمد ونقول له لو حبينا نوجه كلمة للمسؤول في محافظة الجيزة، كلمة للمواطن في محافظة الجيزة عشان ندعم مبادرة بداية، تقول ايه للمسؤول الموظف اللي بيكلكع الدنيا عشان كذا، اللي شغال في مرور، يعني يمكن كان في كنت عاوز اتكلم عن مرور حوامدية واللي بيحصل في مرور حوامدية، ويمكن كنت في مرور فيصل من يومين وشفت ازاي التحضر وشفت ازاي التعامل وشفت ازاي ان مفيش سمسره ومفيش حد بيقبض ومفيش، وتعاملت في الحوامديه ده عاوز حلقه كامله عشان نتكلم عنها. تقول يا احمد بيبي. انا اقول طبعا ربنا يكون في عون السيد المحافظ الجديد وبالتوفيق لي والنجاح في المرحله اللي جايه ان شاء الله. وطبعا اكمل على شنبي حته سلوكيات الشعب المصري في التعامل مع الغير. من ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس بداية هي إعادة تأهيل الإنسان وتقييمه، بحيث إن من نبدأ من النشأ من المدارس من تحت خالص، من الحارة الابتدائية أو حتى من كيجي، تمام، إن إحنا ننمي التعامل والقيم الإنسانية في الطفل الصغير لما يبدأ يشب، تمام، هيبقى متربع سلوكيات الكويسه جدا في التعامل مع الناس. وزي ما هشام بيه برضه ذكر دوله شقيقه لبنان وحسن تعامل الشعب اللبناني مع اي زائر للبنان عربي او غير عربي، لا بالفعل هو دوله جميله جدا. بس احنا هنقول ان دول عدد سكانهم سي كم مليون، واحنا عدد سكاننا سي معدي ال 100 مليون. فما تيجي مثلا انت دخلت في مراحل كتير جدا من اول ثوره الزعيم جمال عبد الناصر، تمام، ان الشعب كان في نظام اقطاعيين واحتقار للشعب المصري والتعامل السيء معاه والسخره وحفر قناه السويس بايديهم واساعدهم، يعني ما كانش فيه كده ابدا في العالم. فانت جيت بديت مع شعب من عهد السيد جمال عبد الناصر ان هو بدا يرسخ
فكره الصناعه والصناعات الثقيله كمان وانشاء المصانع الحديد والصلب ومصانع البحث والسيارات نصر السيارات، وجينا مرحله الحروب اللي دارت في الفتره دي برضو اثرت كتير جدا على التنميه المستدامه اللي كان محطوطه في المرحله ديت، وقفت الدنيا، الشعب كله بدا يشد الحزام وبدا يربط على بطنه عشان الدوله تقدر تتسلح، تقدر تحارب، نقدر ننتصر، نقدر نرد الارض للوطن مره اخرى. لكن احنا دايما نبدا، والبدايه دايما ما دام بدات بخطوه ان شاء الله توصل للنهايه باذن الله بسلام ونوصل للهدف المستهدف ان شاء الله. ناخد كلمه من هشام بيه واحنا بنختم كده لكيفيه التعامل مع السائح الاجنبي. طبعا مهم جدا، ان ده زي ما حضرتك شفت الفتره اللي فاتت نجاح مصر في سياحه الايفنتات او سياحه المؤتمرات، ابتدت مصر تقوم بمجموعه مؤتمرات قويه زي مؤتمر الطيران، زي ايفنتات العالم العالميه 45 يوم من الحفلات. الناس اللي جايه دي مجرد ما حضرت الايفنت او حضرت المؤتمر بيبتدي يقضي يوم ويعيش مع الناس، بيروح لبتاع السوبر ماركت، بيعدي على التاكسي، بيقابل الناس البسيطه في الشارع، بيقابل اللي في الاشاره، بيقابل العسكري، بيقابل تجربته من المطار للمطار. لازم تكون تجربته كامله تكون ناجحه، فلازم نركز ان كلنا نتعامل مع السائح، كل جهات الدوله، كل الوزارات، كل الاشخاص، كلنا نحب بعض، نحب السائح، هيحبنا وهيجي لنا تاني، عشان احنا يهمنا مش كام واحد زار مصر، كام واحد هيرجع تاني لمصر. ده مهم. عايزين نلغي كل سنه وانت طيب. كلمه حضرتك تقولها. كلمه حضرتك تقولها، عايزين نلغي كل سنه وانت طيب. في المناسبات وغير المناسبات. لا في المناسبات ماشي، انما في غير المناسبات تخش السوبر ماركت تجيب حاجه كل سنه وانت طيب. تركن العربيه يقول لك كل سنه وانت طيب. السائح ما بيعرفش كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب ايه في ايه؟ عيد الدفع. عايز اوجه الشكر لمعالي الوزير شريف فتحي، معالي وزير السياحه، لاهتمامه بالشأن السياحي. معالي الوزير مهتم جدا جدا بأهم ما في السياحة وهو التدريب. يعني احنا بمصطفى عندنا يوم الاثنين الجاي اجتماع مع الاتحاد المصري للغرف السياحية مع معالي مستشارة الوزير للتدريب الدكتورة سهى بهجت لوضع آلية جديدة للتدريب للارتقاء بمستوى المنشآت والمطاعم السياحية. فأنا بنقدم له الشكر. واحنا بنشكرك في نهايه الحلقه، بقول لك شرفتنا يا هشام بيه والله. الله يخليك، شكرا. شرفتنا. عاوزين بس نقول كلمه بعد اذنك. اتفضل. بنوجهها طبعا لشعب مصر العظيم، ان احنا لازم نقف ورا الدوله المصريه بكل قوه ونساندها بكل قوه، ونساند فخامه السيد الرئيس، ونقول للساده الوزراء الجدد عاوزين منكم الاكثر بالنسبه للمواطن البسيط، وعاوزين نقول لكل الساده المحافظين الجدد لكم دور كبير، وانتم بتمثلوا صفه رئيس الجمهوريه في المحافظه، فبالتالي لازم يكون في نظره جميله للمواطن، ولازم يكون المواطن حاسس الكلام ده ولمسه. مش عاوزين قعده مكاتب، عاوزين ننزل في الشارع ونتعامل مع الشعب. شكرا. شكرا دكتور احمد. احنا في نهايه اللقاء بنقول مصر لينا ومصر بينا، ودايما نقعد نقول تحيا مصر. خالص تحياتي محمود عوض.